كرنفال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ينطلق الجمعة وفق المراسم الاحتفالية التقليدية التي تقتضي أن يقدم عمدة المدينة إدواردو باييش مفتاحا رمزيا للملك مومو ملك الكرنفال، وقد اختير بالتصويت الشعبي كما جرت العادة كل عام ويلسون دياس دا كوستا نيتو ليكون ملك كرنفال العام 2015. في حفل الافتتاح جاء الملك مومو مرفوقا بالملكة كلارا والحاشية، وتلت ذلك مسيرات وتجمعات احتفالية في مختلف شوارع المدينة. كارنفال ريو دي جانيرو يستمر إلى غاية 17 من الشهر الجاري.